السلام عليكم لا فامي، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما وعدتكم ديما الجديد ديما حاضر معكم. اليوم اخوتي غادي نخدمو حصه ديال الكويز، البوان فيبل اللي عندي. غادي نشرح لكم كيفاش تخدموا الكويز وشنو الاخطاء اللي ما ديروش باش ما توقعوش في نفس الخطا اللي درت انا، وعلاش ضروري خصك تخدم الكويز. المهم اخوتي بقاو معايا باش تفهموا حصه دوز كل موتيفاسيون. كنوعدكم انكم غادي تستافدوا وغادي تموتيفاو. دابا غادي نمشيو لصاله ومعايا كمال كبير العزيز. الله يحفظك خويا الزوين، احسن اسامه في العالم. الله يحفظك. دابا غادي نمشيو ناخذ البنان باش نمشيو لصاله اخوتي. اليوم حصه ديال الكويس اخي كمال، شوف زير معايا كمال. هذا النهار الثاني ديال الكويس في السيمانه. كمال ولا يمثلني في مانس فيزيك ان شاء الله. ان شاء الله نكمل سيدي ربي. باش يعجبني هذا الدري العزيمه والاراده. الله تبارك الله. انا فيا ستريس ايوا اخوتي، علاش؟ حيت عنده رغبه وحق الله داك الشيء اللي غادي يوصل ان شاء الله. الله يحن عليك خويا الزوين. حتى انتم غتوصلوا ان شاء الله اخويا. ايوا هذا هو احسن مول البنات ان شاء الله ناخذوا من عنده. هو هذا الله في هذا. الله يسهل عليك خويا. واحد النهار عطيت جوج دراهم عطى لي ربعه البنات. هو البنان كل البنان عليك الامان. هات باش قلت نساو كل شيء. ها هو البنان. ها هو. ها هو جاي عطاهم. ها هو البنان. وانا راه ديما شي واحد جاي عطاهم الروز والقهوه. هذا اسمع ديال الموتيفاسيون. بنان انا عارف صراحه بنان فابور وينك. ها هو عاوتاني. انا عارف غنطلع دابا انت الزاخ خصك تاكل جوج بنانات وما كنزلتلكم على البنان. لا لا والله اخويا تهلك الخويا. عارف باش تحس. لا تقطع الفيديو. لا حبيبي راه محسوب علينا اخويا بابا. راه سفيان رجول. اخر مره كليتي البنانه سفيان بالرجول. نهار خمسة ديال دابا بصحة لاس بصحة قاتلو بغيتي توصل وديروا الجارة. كوكب راجلي طعمي مليف احنا خرج نكيعان هي فوق مرسي جينيرال مارسيليا انسينيرير عبتي بطيء بيدي خاي دو داس باتلو مينيرال تسكيل با ما ان سور لو جيلي راش مرسي فور لو سال جو فينيري وي سال جو فينيري دي اساسان كي اساسيني بور سا سون لي مينيري لي ميشي اسمي دان لي بيسي بعد على لي فيشي لارجنتي. Really cool. سير ورا سير راه من قبيله يا سير. المهم اخوتي من قصر لاصال كنبدا نسخن يبي كالا يطابي غولو. المهم ضروري ندوز الدم في الرجلين ديالي عاد كنبدا الخدمه ما كتجيش وكنبدا الخدمه. المهم الماكس حد 10 دقائق. واو هذاك الدري مجهد الجري ضيع. انا دابا راه تيتخيل راسو هو سكوادر فوالا فوالا
دابا غندوزو ليكزيرسيس ديال السكوات، اهم اكزيرسيس في الحصه ديال الرجلي. شوفوا معايا القلب كيفاش غندير. شوف شوف فاس فوالا يا زيد شقلو ضروري السنطه. واحد القضيه دابا الترابيز فاش ينفعو هي ملي تبغى دير دابا ما ندير لا بونجا لا والو فهمتيني، هنا فين تنفعو الترابيز. عطيه الدين ديما الدريم كاين اللي تيعاونو تيموتيفي راسو براسو. ديما تبقى درج ليا هما الاولين. ماشي سلاحش رجليا. لا واش ارجع. شوفات مزيان. شوفي دابا غنشوفو كامل كيفاش يخدم. سير رجليا. خويا عيني. لاحظوا معايا الخدمه كيفاش غندير. كنقاد الجديد الاول مزيان هاد كل ما كنسرحش رجليا نقولهم قدامك. كنركز مع الميسكين ديالك. المهم خاطر الله سير
يلا ديروا زيمبون به والله عمرك لا مرضاش مش مرضاش والله ماشي على الفو ام دير شي بالدوبل بيسبس ويلي الاكسرسايز الثاني في هامسترين لاحظوا معايا واش غنخدم عز اخويا كمال الله على اخلاقك محمد صلاح كنت زاد في المغرب اخذوا معايا الخدمه كيفاش غنخدم كمال ندوز دابا لاخر اكزرسيس في الهامسترينغ لاحظوا معايا غنطلع واحد ديالنا الا طلعت هكا تولي خدم لومبار ديما دار ما خوتي دابا غادي نوضوا العضله العاديه اللي هي لي مولي لاحظوا معايا شوف شوف واحد جوج سكوي زيني تركز معايا ماشي ضروري هو يكون طالع دابا غادي نسولك الاكسرسايز الثاني في لي مولي مكايناش ديك لاماشين ديال تشكون واقف بحال هكا وتسمع غادي نخدمو هنايا ماشي زعما صافي مكايناش ديك لاماشين لاصاقية لا خليني في الغابة في الصحراء في المومياء بالنفس هانتوما شوفو معايا نخدمو كيفاش سكويز خوشي غنوريكم اكبر موليات في قنيطرة صومي سكولا هاجا وراتين طيب هاجا قلت له سلفهم لي الكومبيتي سيما بوا خويا مو عطيني السكر ديال المولية هاجا اخوتي هاجا هاي المولية اخوتي طيب بغيتي السكر ديال المولية غتمشي على صباعك داينا داينا نهار كامل ولكن بلادك تتحب راه تتبوم راه كنشطراني واحد النهار تعرضوا له فواحد الحومه وقع له الراس واش كنت تتسري شدرتني على صباعي كاين حاول فهمت تبقى تبوم بها لا 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 المهم علاش ندير خوتي في الفيزيك المهم اخوتي سالينا لا سيونس ديالنا كمال اللهم بارك ما خافش على روحنا الله على رزقنا نتسناو ان شاء الله هو اللي يمتني في مانس فيزيك العام اللي فات ديروا معايا خشونه ولكن هذا العام هو اللي غايزيد ضروري ايمن بدو كامل شوف معايا ايمن بدمينا ايمن حاسس تطلع عماره حاسس تطلع عماره هذا خوتي بروجرام جديد قفز على الهواجيز فات على المونيو طلع يشارك في كره السله خوشي انا دابا رجعت للدار كنتمنى انكم تموتيفيتوا معايا في هذه الحصه واستفدتوا معايا وكنتمنى ان الطريقه الجديده اللي شرحت لكم بها انني كنتريني وفي نفس الوقت كنشرح
كنتمنى انها تعجبكم وتستافدوا منها. الى عجبتكم خليوا لي في كومونتير ان الطريقه عجبتكم، الى ما عجبتكمش قولوها لي باش نبدل الطريقه. المهم اخوتي غيبقاو لي على خاطركم. اليوم غادي نهضروا على شنو هما الاخطاء اللي ما خصكمش ديروا، شنو هو الخطا اللي وقعت فيه اللي ما بغيتكمش نتوما توقعوا في نفس الخطا. بالنسبه اخوتي الكويس هي واحد العضله مهمه خصنا نخدموها ضروري. علاش؟ حيت بزاف ديال الناس كيهملوها، وانا الكويس عندي بوين فيبل، داكشي علاش كنخدم عليها دابا باش نصلحها. الخطا اللي درت اخوتي هو انني اول مره دخلت نتريني ما كنتش كنخدم الكويس. علاش؟ حيت كنظن انهم تيقصروا، واصلا كانوا تيجوني صعاب، داكشي علاش كنت ايفيت عليا الكويس ما كنبغيش نخدمه. هذا الخطا اخوتي اللي ندمت عليه، ودابا فهمتي تنخدم كثر باش نقدر نقاد الفورم ديالي، يعني نقاد لتحت مع الفوق. اذا الخطا اللي ما ديروش اللي درت انا هو انكم خصكم تخدموا الكويس، والكويس عندهم واحد الدور مهم بزاف في جسم الانسان، هما انهم تيحفزوا لينا هرمون التستوستيرون. هرمون التستوستيرون اللي هو هرمون الذكوره. المهم اخوتي بلا ما ندخلوا في هرمون التستوستيرون، غندير لكم فيديو اخر على شنو هو الدور ديال هرمون التستوستيرون. غنبقاو غير في الخطا اللي درت اللي ما خصكمش ديروه. اولا الحديد راه ما كيقصرش، اللي بزاف ديال الناس كيسولوني عليها مرارا وتكرارا، خويا اسامه واش الحديد كيقصر؟ لا اخوتي، انا دخلت قصير لاصال وطواليت في لاصال اخوتي دابا 6 سنين. المهم اخوتي الخطا اللي درت هو انني ما كنتش نخدم كويس. علاش؟ ما كاش اول مره دخلت نتريني دخلت في واحد لاصال ديال ولاد الشعب 50 درهم للشهر، فهمتيني ديال الحرب، صال ديال بصح. كنت ما كان لا كوتش لا والو، ما كان حتى هادشي ديال اليوتيوب شي واحد يشرح لك فهمتيني ويوجهك، ما كانش. داكشي علاش اخوتي درت هذا الخطا. اذا انا اخوتي ما بغيتكمش توقعوا في نفس الخطا اللي درت، داكشي علاش خدموا الكويس. الكويس عندهم واحد الدور مهم اللي غيعاونوكم طلعوا حتى من الفوق يعني. اذا اخوتي هاد القضيه ديال الكويس انهم كيقصروا اولا ما نخدمهمش حيت صعاب، لا نحيدوها، خدموا الكويس اخوتي. عندهم هما عندهم واحد الجماليه كيعطيو للجسم ديال الانسان اللي زوينه، والكويس عندهم واحد الدور مهم. اذا اخوتي بقاو تخدموهم وحاولوا انكم تركزوا عليهم اكثر. كنتمنى اخوتي هذا الشرح اللي شرحت لكم اليوم تكونوا استفدتوا منه. الى عجبكم اخوتي خليوا لي كومونتير كما قلت لكم باش نشرح لكم كاع العضلات بحال داك الشكل. كنتمنى اخوتي يعجبكم هذا الفيديو وانكم تدخلوا عندي وكتموتيفاو، وهذاك هو الافضل. وما تنساو الشعار ديالنا هو تقاتل الا بغيتي توصل، حتى حاجه ما كتجي سهله خصكم تخدموا عليها. اذا اخوتي دخلوا عندي الانستغرام تما فين كنكون اكتيف، يعني كنهضر مع الدراري تما، غنبقاو نديروا كيو ان اي وغادي نديروا لايف. المهم اخوتي تما غيكون على الخير. يلا اخوتي نتلاقاو في فيديو اخر، ما غنغبرش عليكم. ديما الجديد.